ازيكم يا اصحابي يا حلوين. النهارده هنرسم رسمه جميله خالص هتعجبكم، وفيها كل الدرس اللي اخدناه عن سلم يعقوب. هنبتدي مع بعض. هنحتاج المسطره والقلم الرصاص والاستيكه. نبتدي مع بعض نعمل السلم اللي كان واصل من الارض للسماء كده. اليمه التانيه ونعمل درجات السلم بتاعنا. طبعا السلم مش هنعمله بداية ولا نهاية، هو كده من الأرض لحد السماء. شطار الحلوين يبتدوا يلا يرسموا معانا، الفنانين الجمال بتوعنا. شطار السلم بتاعنا. وبعد كده الحجر طبعا بيبقى ايه، ما بيبقاش ليه شكل معين، بيبقى مثلا ايه كده، يعني حجر كده محطوط، الحجر كده محطوط كده وجنبه مثلا احجار تانية كده، حجر تاني كده ساند عليه كده، حجر حجر. وبعد كده بنحط راس مين اللي كان نايم على الحجر؟ يعقوب. نحط راسه كده عند الحجرة، ونحط له راسه كده نايمة. وبعدين نعمل له جسمه. جسمه بقى ايه كان نايم، يبقى نسيبه نايم كده ايه على الارض كده في الايه، في الصحراء صح كده. وبنطلع له ايديه كمان. حلوين يرسموا ويورينا رسوماتهم الجميلة. وايديه التانية كمان كان حاططها هنا كده. كده خلصنا الجزء ده. نعمل بقى على السلالم كان طالع ونازل ايه ملايكة. نبتدي نعمل ملايكة جميلة طالعة ونازلة على السلم. شطار الملايكة وحلوين ولادنا الجمال، يلا يعملوا ملايكة كتيرة جميلة وكتروا في الملايكة. انا هنعمل دلوقتي بس تلاتة، اللي عايز يكتر ملايكة يكتر. كانت ملايكة كتيرة خالص طالعة ونازلة على السلم كده. طبعا الملايكة ملاش ايدين ولا رجلين، مش باينين بقى، مستخبين في الجناحات بتاعتهم. وفي الاخر السلم نرسم مين؟ بابا يسوع. ملك الملوك نرسمه كده كده، كله ياخد باله بقى. بصوا بنعمل له ايه، الاشاره دي بتبقى حمراء. نعمل له كمان الايه، الهاله اللي بالنور فوق راس بابا يسوع. ممكن نلون مع بعض. طبعا الملايكه دي كلها بتبقى بالابيض، لكن بابا يسوع نعمل له الاشاره بتاعته دي تبقى باللون الايه، الاحمر، علامه الانتصار على الموت والخلاص. ممكن بقى نحدد السلم كمان بتاعنا بالقلم الاسود التقيل، قلم الالوان كده. كده حلوين. والملايكة طبعا بتبقى ايه كلها ابيض في ابيض، مش بنلونها. الحجر برضو هنحدده اللي كان نايم عليه يعقوب. ونبتدي نلون اللون الاصفر، نلون بيه ايه الهالة اللي من النور اللي فوق راس بابا يسوع. وكمان الاحجار دي هنلونها باللون البني.
نمشي يا ولاد الالوان في اتجاه واحد، ما نمشيش بقى عكس بعض بقى ونطلع وننزل، لأ في اتجاه واحد عشان تطلع شكلها جميل كلها زي بعض جميلة. شطار حبايبي الحلوين اللي بدأوا يرسموا معانا ممتازين، عايز اشوف رسوماتكم كلها، بتابعكم كلكم شطار خالص ممتازين. ممكن بقى نلون كمان العباية اللي لابسها يعقوب، ممكن نلونها باللون الاخضر مثلا كده، حلو اللون الاخضر كده عشان مفيش لون اخضر، وانتوا كل واحد وحسب ما حابب بقى يلون اي حاجة اللي هو بيحب. لو لونتها باللون الاخضر جميل، اصفر ده نلون بيه ايديه وراسه، وبكده يا حبايبي يا حلوين رسمتنا تكون خلصت. هستنى منكم رسماتكم الجميله، وكل واحد رسم رسمه حلوه يبعتها لنا، ويا ريت تكون الرسمه بتاعتنا بتاعت قصه يعقوب الجميله بتاعتنا. باي باي.